10 بتوقيت جرينتش، الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة من زي أم سي، أهلا بحضراتكم. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية. استعرض الاجتماع مقترحات إقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة والمقرر إقامتها داخل المجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية والنائية، على أن تسري هذه الإعفاءات خلال فترة محددة وذلك من خلال قانون استثنائي. وشدد رئيس الوزراء على اختصار الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أي جهة حكومية أخرى نيابة عن المستثمر، لتكون هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أولا المزيد من التفاصيل بشأن مشروع القانون الجديد والذي يوفر المزيد من الحوافز للمستثمرين خاصة في المجال الصناعي، وما يمكن أن يقدمه للمستثمر؟ هو في الحقيقة إحنا لدينا قانون كان استثمار جديد بيفتح أفاق مهمة جدا لزيادة الاستثمارات في مصر وتنويعها بما يتفق مع الفرص الهائلة الموجودة في مصر للاستثمار، سواء الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية. الحقيقة المشكلة بتاعتنا هو إن مؤخرا كان هناك قيود عنيفة جدا على الاستثمار الخاص، وده أثر بشكل كبير على مشاركة القطاع الخاص في عملية الإنتاج في مصر، حتى أنها انخفضت إلى مستوى الحقيقة منخفض جدا، وده في منتهى الخطورة على أي اقتصاد، لأنه ده معناه انخفاض فرص العمل، وإحنا عندنا بينضم سنويا إلى سوق العمل مليون شاب وشابة، وبالتالي زيادة الطاقات الإنتاجية كانت بتتطلب بشكل مهم جدا زيادة دور القطاع الخاص. ده أهمية الحقيقة المؤتمر العالمي اللي يعني أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء تفعيل الإجراءات المرتبطة بقانون الاستثمار. يعني ما نشهده هو أنه إحنا عايزين أنه يعني زي ما بنتكلم، مش القوانين هي المتغير الوحيد اللي بيؤثر على مناخ الاستثمار، ولكن الأكثر أهمية هو تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وبالتالي ما قام الإعلان به رئيس مجلس الوزراء هو التسهيلات اللي هتتم في المرحلة القادمة مع حوافز، يعني يمكن الرئيس بدأها بالكلام على المكون المحلي لقطاع الصناعة اللي احنا لم ننجح في ان احنا نزوده على مدار 5 سنين، وان الاوان اننا نبقى اكثر جدية في التعامل مع هذا الملف. عندنا فرص هائلة، ما ينفعش مصر تبقى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي 10 و11%. احنا عندنا فرص ان النمو ده يزيد بشكل كبير جدا. المكون المحلي لوحده لكل صناعة لازم نشتغل بأسلوب علمي وبخرائط جغرافية واستثمارية على مستوى المحافظات، على مستوى حياة كريمة، ان اعمل اقاليم اقتصادية لكل منطقة جغرافية فيها المزايا النسبية. وقانون الاستثمار على فكرة بيدي مزايا لصناعات مهمة جدا زي الملابس الجاهزة. أنا بصدر النهاردة ملابس جاهزة 2 مليار دولار، ممكن ده يرتفع ل 30 مليار دولار، يبقى لازم أفعل. أيضا المبادرة الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر إلى أي مدى يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري؟ معلش، صناعة السيارات أنا بكلمك كأستاذة اقتصاد، عندنا دراسات كثيرة جدا على صناعة السيارات في مصر. أنا الحقيقة ما أقدرش أعلق على صناعة السيارات، لأن صناعة السيارات في مصر الحقيقة عليها تحفظات كثيرة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية بتاعتها. لو عندنا هيبقى مزايا نسبية هتبقى مرتبطة بالمكونات. هل عندي مزايا نسبية مرتبطة بطيل الفرامل، بالزجاج، لأن أنا كان عندي ورش بتنتج لمرسيدس مثلا أو لماركات عالمية كبيرة جدا. مثلا عندي فرص هائلة في السيارة الكهربائية أنها مصر تبقى محل لذلك، ولكن صناعة السيارات في مصر محتاجة إلى إعادة هيكلة شاملة. صحيح. لأنه لازم أشوف الجدوى الاقتصادية، الشركات اللي بتنتج سيارات بجدوى اقتصادية وبتصدر، وعشان كده لما تيجي تشوفي صادرات السيارات في مصر هتلاقي مش هنصدر سيارات، بالعكس ده احنا الواردات بتاعتنا مرتفعه جدا جدا من السيارات، ويمكن هي اللي عملت لنا ازمه
عمليه الواردات من السيارات واثقلت الميزان التجاري بتاعنا. ربما هذه المبادره ايضا تساهم نعم ربما هذه المبادره تساهم في استقرار السوق المصري فيما يتعلق بصناعه السيارات وتداول السيارات في مصر. شكرا جزيلا دكتوره يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن فنادق القاهرة شهدت زيادة في معدلات إشغالاتها بنسبة 106% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين بلغت معدلات إشغال فنادق شرم الشيخ نحو 46% والغردقة 84%. وأوضح مركز المعلومات أن أبرز عوامل تعافي معدلات إشغالات الفنادق هي تخفيف قيود السفر نتيجة تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة سياحة الأعمال والترفيه، إلى جانب العلاقات السياسية القوية بين مصر وبعض الأسواق السياحية الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. تشارك وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد اليوم في إطلاق المشاورات غير رسمية بدولة المالديف حول برنامج عمل جلاسكو شرم الشيخ المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية والمنعقد يومي 16 و17 من مايو الجاري. ومن المقرر أن تناقش وزيرة البيئة خلال المشاورات ملامح الهدف العالمي للتكيف والذي يعد أحد مخرجات مؤتمر جلاسكو وأحد التقارير التي سيتم مناقشتها بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27. وشددت ياسمين فؤاد على أهمية الهدف العالمي للتمكين في الحصول على تمويل المناخ كأحد مخرجات مؤتمر جلاسكو الماضي. تترأس مصر المائدة المستديرة الأولى للمنتدى الدولي الأول حول إدارة الهجرة الدولية بالشراكة مع ألمانيا والذي تبدأ فعالياته اليوم ويستمر حتى 20 من مايو الجاري، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويعد المنتدى الذي يرأسه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي تم تحقيقها في تنفيذ الاتفاق العالمي حول الهجرة منذ اعتماده قبل ما يقرب من 4 سنوات، وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. تبدأ وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الهجرة ومجلس الجامعات الخاصة في إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وذلك للدراسة في الجامعات الخاصة. ومن المقرر أن يبدأ طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة الامتحانات يوم 24 مايو بجامعات القاهرة وعين شمس، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية بالنسبة للطلاب الذين استكملوا تقديم الأوراق الثبوتية. وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يجب على الطالب إحضار جواز السفر أو بطاقة رقم قومية، وكذلك سداد مقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها. جهود كبيرة تبذلها الدولة في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وسكن المناطق غير الآمنة بمختلف أنحاء الجمهورية. في ذلك السياق تنفذ وزارة الإسكان 3200 وحدة سكنية نموذجية ضمن مشروع الإسكان لمحدودي الدخل بمدينة السادات ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتوفير مسكن بديل في المدن الجديدة. المزيد من المتابعة حول آخر تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات مع مراسل دي أم سي مصطفى سعد. مستمرة مجهودات الدولة في جميع المشروعات التنموية التي تقدم لخدمات المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، ونحن الآن متواجدون بحي الإسكان الاجتماعي، حي النور الذي يتميز بالكثير من المميزات الكبيرة، السوق التجاري، المساجد، الكنائس أيضا، ووحدة طب الأسرة، والخدمات المتنوعة الكثيرة التي تتميز بها الإسكان الاجتماعي أو يتميز بها الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات. لكن هناك تفاصيل أخرى سنتعرف عليها من خلال المهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات. مهندس برحب بك يا فندم معنا على شاشة دي ام سي، ولو تطلعنا أكثر عن هذه التحفة المعمارية وهذا الإسكان الاجتماعي الذي يخدم القطاع الكبير من المواطنين ويوفر أيضا وظائف العمل المختلفة، ماذا عن هذا الإسكان الاجتماعي وما يقدم هذا الإسكان الاجتماعي للمواطن المصري؟ أهلا بكم في حي النور، أحد أحياء مدينة السادات. حي النور من الأحياء الجديدة في مدينة السادات، يوجد بها حوالي 5080 وحدة سكنية، دول عبارة عن المرحلة الثالثة والرابعة، والمرحلة الخامسة سكن كل المصريين. عندنا 4060 وحدة سكنية، دول كانوا مسؤولوا المرحلة الثالثة والرابعة، والحمد لله احنا بدأنا نسكن فيهم. جميع الخدمات موجودة، مدرسة، وحدة صحية، سوق، المسجد بيعملوا مستلم الأواف، عندنا ملعب ثلاثي زي ما انت شايف حضرتك، عندنا المساحات الخضراء والمواقع اللي حضرتك جيت صدفة النهاردة وشايف، عندنا احنا النهاردة التسكين يعني التسليم وصل حوالي 70%، التسكين النهاردة احنا دخلنا في يعني في 20% من اللي سلمناه، وده مرحلة متقدمة جدا لأن احنا الكهرباء كان اللي معطل هنا الدنيا الكهرباء. الحمد لله يعني من أكثر من 3 شهور وصلنا الكهرباء والمنطقة بالكامل، جميع الخدمات فيها بنية تحتية أو خدمات للمواطن. إحنا النهاردة في سكن كل المصريين عندنا 51 عمارة، الحمد لله وصلنا النسب عالية جدا جدا زي ما أنت حضرتك شايف. الأيام الجاية بأمر الله تعالى هيكون إن شاء الله عشان يكون الدنيا أفضل بأمر الله تعالى، وهتكون الزيارة الجاية تكون العمارات دي إن شاء الله بأمر الله تحت التشطيب، وتكون المنظر يعني يفوق الجمال والمنظر الجميل ده. شكرا جزيلا المهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات. هذا الإسكان الاجتماعي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي تقدمها الدولة لخدمة المواطنين، وأيضا من ضمن هذه المشاريع مشاريع الكهرباء، مشاريع البنية التحتية، مشاريع الطرق الجديدة، وأيضا مشاريع المدارس والخاصة أيضا بعمليات بناء وإنشاء وتجديد الملاعب الجديدة المتواجدة بكل مشاريع الإسكان الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة المواطن المصري وسكن لكل المصريين. أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الهيئة العامة للمساحة ساهمت في تنفيذ 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،
كما ساهمت في مشروعات قومية كبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي والدلتا الجديدة وقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة سفنكس ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ومحطة الرياح بالزعفرانة والمونريل والقطار الكهربائي، فضلا عن مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60,000 طلب وتدقيق إحداثيات ل 53,000 طلب بقيمة إجمالية تبلغ 337 مليون جنيه تقريبا. قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية دكتور محمد عوض تاج الدين إن الموقف الوبائي في مصر مطمئن في الفترة الحالية بسبب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلقيح المواطنين يسير بشكل جيد وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوضح أن التطعيم ضد كورونا مهم جدا ويعطي مناعة ضد الحالات الشديدة ويقلل نسبة الوفاة والعناية المركزة، مشيرا إلى أن الوصول إلى الحماية المجتمعية يتمثل في تطعيم 70% من المواطنين، ولفت إلى أن اللقاح يؤدي إلى زيادة مناعة وحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هناك تقارير بحثية بأن تقتصر الجرعة الثالثة على 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة. يعقد وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اجتماعا اليوم لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن القوات الأوكرانية والروسية اتفقتا على إجلاء المقاتلين المصابين من مصنع أوزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وذلك بعد أيام من المفاوضات. قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي لم يتفق بعد على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنهم مستمرون بمواجهة صعوبات بشأن موقف موحد حول حظر النفط الروسي. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في مجمع أوزوفستال الصناعي في ماريوبول لإخراج الجرحى منهم. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا بينهم 53 جريحا تم إجلاؤهم من مجمع أوزوفستال للصلب، ويعد مجمع أوزوفستال آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرقي البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية. وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليا إنه تم إخلاء 53 عسكريا جريحا إصابتهم خطرة من أوزوفستال لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل 211 آخرون إلى أولينفكا عبر ممر إنساني. أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن نتائج الانتخابات اللبنانية والتي شهدت خسارة حزب الله وحلفائه الأكثرية في البرلمان الجديد. بعد الإعلان يكون قد اكتمل عقد البرلمان اللبناني المؤلف من 128 نائبا. كانت الوزارة أكدت أن الانتخابات شهدت تنافس 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان، مؤكدة أن نسبة الاقتراع في كل لبنان بلغت 41.4%. هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان على إجراء الانتخابات النيابية، ودعا القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني. وشدد غوتيريش على ضرورة تشجيع التدابير الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها بما في ذلك في الحكومة المقبلة، وأعرب عن تطلعه إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش.
تقام اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات الأسبوع 19 من مسابقات الدوري الممتاز، حيث يلتقي في الرابعة فريق الجونة مع مصر المقاصة، وفي السادسة والنصف يواجه فيوتشر الاتحاد السكندرية، وفي التاسعة يواجه الزمالك طلائع الجيش في مسابقات البطولة. ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 41 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 38 نقطة، ويحل الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة، وينقصه أربع مباريات عن المتصدر. ينتظر عشاق السينما حول العالم انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته 75، والذي يبدأ اليوم الثلاثاء، وتستمر فعالياته حتى 28 من شهر مايو الجاري. وسط ترقب من عشاق السينما، تنطلق الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي بحضور كوكبة من أبرز وجوه السينما العالمية وصناعها. مدينة كان الفرنسية الساحلية الساحرة ارتدت أبهى حللها وزينت استعدادا لاستقبال الحدث الأبرز في عالم السينما، كما انتشرت أفيشات الدورة 75 للمهرجان في أركان المدينة وعلى أشهر قاعات العرض المخصصة لعروض الأفلام المشاركة. وباء كورونا الذي لم يترك نشاطا إنسانيا إلا وأرخى سدوله القاتمة عليه، فحرك الموعد الدائم للمهرجان في دورة العام الماضي ليكون في يوليو، ولتعود الدورة 75 مرة أخرى للموعد المرصود له ومنذ عشرات السنين ودون قيود كورونا. سجادة المهرجان الحمراء تشهد هذا العام مرور مجموعة من النجوم، من بينهم توم كروز المشارك عن فيلم توب جان الجديد، والممثلان إدريس إلبا وتيلدا سوينتن عن شريط للمخرج جورج ميلر، وليا سيدو وفيجو مورتنسن عن فيلم أخرجه ديفيد كورنبرغ وأوستن باتلر الذي سيتولى بطولة فيلم إلفيس المنتظر عن سيرة المغني إلفيس بريسلي للمخرج باز لورمان. كما يشارك في المهرجان الممثل فورست ويتكر الحائز على جائزة أفضل أداء في مهرجان كان لعام 1988 لدوره في أداء شخصية عازف الجاز تشارلي باركر في فيلم بيرد لكلينت إيستود، ومن المقرر أن يحصل هذه السنة على سعفة ذهبية فخرية. ويشارك في المهرجان فيلم فاينل كات الكوميدي للمخرج ميشيل أزانافيسوس الحائز على الأوسكار عن فيلم ذا أرتست، ويتنافس 21 فيلما لنيل السعفة الذهبية التي حصلت عليها السنة الماضية الفرنسية جوليا دوكورنو عن فيلمها تيتيان. فيما تشهد فعاليات مهرجان كان العديد من المشاركات العربية سواء بالأفلام أو لجان التحكيم أو ضيوف المهرجان، ومن بينهم الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حرص على السفر لحضور هذا الحدث العالمي، فيما اختير المخرج يسري نصر الله كرئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، ومن المقرر أن تضم اللجنة 4 أعضاء بخلاف المخرج المصري. ختام نشاطنا الإخبارية، شكرا لكرم المتابعة.